الله. السلام عليكم اليوم يلا كمل كمل تفضل. قناتك سيف قناته وليه وليه لك بدي اسوي مقدمة. تعبت تعب ولسه ما بلشنا المقطع. السلام عليكم، كيفكم يا جماعة؟ رجعنا لكم مقطع جديد. مقطع اليوم مثل ما شايفين عنا يعني شخص جديد موجود بالقناة، أخوكم. شو اسمك؟ عرف عن نفسك. موجود من زمان، تاريخك أسود بس يعني تفضل. اليوم رح نتحدى بعضنا، أنا ضد سيف وضد جانجين، نحن ثلاثة ضد بعض على ثلاث تحديات. طبعا لكل تحدي كل شخص راح يكون عنده ثلاث محاولات، وكل تحدي عليه يعني نقاط معينة وثلاث محاولات لكل تحدي. يلا خلينا نبدأ. الشمس عمتني بس يلا الصيداء يصير زين. ايه صح صح. ليش لابس برشلونة؟ طبعا اللي ما يعرف اني مدريدي وهذا برشلوني، بس يعني عكسناها اليوم عشان الروح الرياضية طبعا. بس المهم انا راح فوز، ولعيون برشلونة ما فازوا ابطال من 2015 راح فوزكم اليوم. شو اسكت اسكت، شو خصك؟ احنا ما فزنا بالابطال، فزنا بالدوري الماضي حبيبي. انا راجع بالقوه. وهلا يا شباب صار وقت التحدي الاول. طبعا التحدي الاول راح يكون انفراديه، يعني بلنتي على الطريقه الامريكيه. عندك لمستين، انت ليش جاي؟ المهم عندك لمستين، اذا تشوت باليمين نقطه صح. شرحك بهوي. شباب كل شخص راح يكون عنده ثلاث محاولات تمام. اذا تسجل باليسار تاخذ ثلاث نقاط، اذا تسجل باليمين تاخذ نقطه واحده. وهي اصلا معك لمستين، يعني كيف التحدي راح يكون؟ فرجيهم سيف، راح تضرب اللمسه الاولى عشان تنفرد على الجول، وبعدين ثاني هي الشوطه. يعني شتها باليمين اخذت نقطه، هاي يعني شرح بسيط. ايه واذا شتتها باليسار ثلاث نقاط. ما شاء الله عليك. المهم هلا مين يبدا اول واحد؟ جانجين. يلا ضيف ضيف بالقناه. انا احرس. وانت حارس؟ وليه؟ طبعا يا جماعه انا راح استهدف النقطتين. ليش؟ عشان يعني اسوي فارق من البدايه. هيك حكى جوارديولا، قال لازم تفوز باول كم مباراه. انا ليش شو دخلك جوارديولا؟ ركز على انشيلوتي انت. يلا مثل ما حكى انشيلوتي، جمهور الريال لا يفقهون شيئا بكره القدم. مين؟ جمهور الريال. انشيلوتي حكى هيك؟ ايه كذاب. روح روح شيك. يلا جانجين يلا يلا يلا. هل يلا لمسه ثانيه؟ والله سجلها. ثلاث نقاط عندكم جانجين، طالع عندكم بالشاشه ثلاث نقاط. اول واحد يلا الثاني. اثنين ولا ثلاثه؟ ثلاثه والله. ايه لك هو ما بيعرف التحدي، استغفر الله العظيم. الثاني يلا. لا شو سويت؟ ومشكلتك والله بشوط باليمين. باليمين شوط هبعد لك. اوه لك شو الحارس هذا؟ لف باليمين باليمين. ضيع. انا راح اجيبهم كلهم باليسار عشان اجيب تسع نقاط. يلا شباب صار دور عمكم المدريدي اللي لابس برشلونه. متنكر. يلا شباب محاولة الاولى سيف كبير. روح جانجين انت قدها. الله سيف كبير سوي زو. طبعا المحاولة الاولى سيف كبير ضاعت، ضيع عليه ثلاث نقاط. ربي يعرف يحرس احسن منك. روح انت حارس اول لقطه باليسار عم تستناه يشوت. هذا دغري عرف يعني. حارس. روح سيف انت قدها يا سيف. حلو نقاط. يلا سيف هذه المحاوله الثالثه، اذا سيف سجل باليسار يصير عنده ست نقاط. يلا سيف يلا انت قدها. سجل. لا 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 جونجينا معه. ايه ايه صلي على النبي. معكم جانجين المعلق الفنان، اليوم راح اعلق لكم على هذا الجبان. اوكي والله على على الجبان على الوزن والقافيه. على القافيه يلا والله اني رابر. دقيقه يو معكم جانجين، اليوم راح نلعب طابه ببرلين. لا 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 راح اشوت وحده باليمين وثلاثه باليسار. اثنين باليسار عشان شنو؟ تفارق يصير سبع نقاط. يلا سي صغير اول جول. خلص راح تشوطها اثنين باليسار. لا اثنين باليسار. ايه بس اول شي روح على الجهه اليسار عشان تكون اسهل. يلا هي عنده الضربه الاخيره راح يشوطها باليمين. راح يشوطها باليمين. خداع هذا خداع. من فوق سيف من فوق.
تعادل معي والله. سيف كبير يا اخي، خلينا نغير التيشيرتات. ليش؟ يا اخي انا لما البس برشلونه بحس بالانتماء. من ولدت بقول فيسكا بارسا. سيف كبير انت البارحه باللايف تقول انك تشبه كريستيانو. اكتبوا لي بالتعليقات يا جماعه. شوف يا جماعه، شوفوا لحيته مو بتخري. شباب احلق او اخليها؟ والله حلوه، والله ما حلوة. حلوه. قرب عليهم، قرب قرب، خلي شوفوا. إيه لازم يفوت بالشاشه. ايه شوف شوفوا شوفوا يا جماعه، هي مو لحيه واحد جي. شو طبعا شباب، التحدي اول خلاص. سيف كبير 6 نقاط واني 4 وجانجين 4، وهسه نروح على التحدي الثاني. وطبعا كل تحدي يعني له نقاط مختلفه. اديوس اديوس. صار وقت التحدي الثاني. التحدي الثاني هو بسيط وسهل. تحب تشرحه؟ الله انا بشرح. يلا. طبعا التحدي عباره انه واحد يرفع عرضيه لهنيك، يعني اكيد يعني عرضيه لوين؟ من 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 هون. ايه من هون، يعني عند الخط او قبل الخط بشوي. واحد راح يرفع عرضيه من هون، واذا جبتها بالراس نقطه، واذا جبتها مقصيه 3 نقاط، واذا جبتها دبل كيك 5 نقاط. هو ما اتوقع حد يجيبها دبل كيك، بس يعني اذا جبتها دبل كيك فخمس نقاط، يعني انت خلص يعني جمعت نقاط كافيه يعني للتحدي. ف ايه يعني كل واحد معه 3 محاولات، ومثل ما حكينا من الخط او قبل الخط يعني راح نعطي ترفيعه، واحد منا راح يسجل يعني. يلا نروح اضبط الجوال، هذا حمار ما بيعرف يضبط شيء. امسك. راح يبدا اول واحد، حكينا المدريدي جانجين. مدريدي غصبا عنه. شوف اذا بدك تبلش اول واحد بدك تقول هلا مدريد. هلا فيسكا برشلونة. فيسكا اذا فيسكا برشلونة انا ابلش. بلش ما عندي مشكلة. ايه؟ برشلونة رقم واحد بكل شيء. يلا. يلا. اوه ضيعها. لا تحكي شيء عن الترفيعه، ظابطه ظابطه الترفيعه حلوه. جاهز؟ عط... لك شبك على الطاير. لك شو هاللاعب هذا المزرب؟ مصاب صار كمان، مسوي حاله لك شو عيده، ما بعيد شيء انا. نحن ما نكذب على المشاهدين. جول مقصية، جول هوا، ترفيعة حلوة. جانجين زعل. ماني مصور ورد الكعب. إذا تحكي جانجين راح ياخذ محاولة ثانية. أنا مو مقتنع إنه لازم ياخذ، بس هن مقتنعين إنه هذيك اللقطة راح تطلع. طلع لهم اللقطة. اللقطة راح تطلع عندكم، أنتم تحكموا يعني، بس أنا مو مقتنع إنه ترفيعة سيئة. شو؟ والله ترفيعته خرا. اعطاني اياها مستوى ركبتي، شو بدي اسوي؟ طب انت ليش شطها؟ ما بقدر اشوطها، لك اجتني على ركبتي، حاولت يعني يعني اسوي فيها شيء. انا مقتنع انه كانت اوكي شوي واطيه، يعني ما انها عاليه، بس كان عندك فرصه اذا تقدمت على الطابق انك تشوطها منيح. هو اللي ما استغله وما حكى. خلني. المهم راح ترفع لي انت. المهم راح نعطيه فرصه ثانيه وراح ضيعها اصلا. وما راح ترفع لي انت. ايه خلي هو يرفع لك. تعال رفع لي. يلا. هاي بتخري بتخري. يلا يلا يلا. شو الحارس هذا؟ يلعن ام هيك حراسة. وقف سيف اصدر انت وقعت هيك. لك سيف يلعن ابو هيك حراسة. ولك والله بدهم يخسروني التحدي. لك عم يضحك عم يضحك. يا جماعة وانا عم منتج المقطع اكتشفت انه عمكم جانجين ما انا مصورنا انا وسيف. فكل شيء صورناه مو مصور، يعني بالاخير التحدي الثاني ما راح نحسبه. شكرا شباب. هسه راح نروح على التحدي الثالث والاخير. التحدي هو راح يكون انه نقلد هدف كريستيانو البارحه ضد الضمك، هدف الثاني من الركله الحره. فكل واحد عنده 3 محاولات، واللي يسجل يعني اكيد نفس الهدف يجيب 3 نقاط. 3 نقاط. 3 نقاط ويفوز، يعني يفوز اليوم. ايه. واذا ما حدا جابه خلاص تعادل. يلا جانجين، يلا جانجين. كريستيانو انكر ميسي، انكر ميسي ايش دخل. يلا. اوه شوف هي التكنيك صح، التكنيك تركيز من فوق للتحت من الخشم للاذن. يلا وانا عم اتامل. يلا تامل. يتقدم كريستيانو
انه حيوان راح يروح عليها. طبعا المحاولة الثالثة والأخيرة يا جماعة، شوف الكلب واقف لي عند المكان اللي راح اشوط فيه. صحيح. كريستيانو. حلوة حلوة حلوة. والله اني قايلة ورب الكعبة اني قايلة واقف لي اياها. يا جماعة شوف هذا الهدف تمام؟ أنا راح أشوطه هون، هو بيعرف إني لازم أشوطه هون، يوقف لي هون، لا ما راح تسجلها، ما راح تفوز. طب نفسه. يلا كريستيانو. كريستيانو لابس برشلونة بس يعني. يلا كريستيانو. والله ثابتة، هو راح عليها، يلعن في الكتف. والهواء والله تنحسر. لا شو صدها. يصدها شنو؟ صابين لك انا لا يا اخي انا ايش دخلني؟ ايه دخلك لانه انا هو عايشوط مو حالفين والله متفقين انه يخسروني. ياك جاكين يا سيبير انت قدها كريستيانو. حلو شوف شلون عم ينط عليها. مين يسجلها هاي؟ هاي بدي اجيبها بال 90. كريستيانو ما جابها 90. يا سيد شبير محاولة الثالثة. ياك تحرس ولا هو يحرس؟ خلي هو يا حلو، انت حتفوز، انت متفقين بعرف. خلي فوز، انا ما بيهمني، انا التحدي هذا مو حاسبه عندي. طبعا شباب كريستيانو قبل ما يروح على اليونايتد كان عنده اتفاق مع ارسنال. سجل والله اخر تحدي اصوره معكم. اخي والله ما تسجل هاي بالجول. سجل المقطع خلص تعادل. اشوف المقطع انا شخصيا يعني ماسوني لدرجه مو طبيعيه. خلص تعادل يعني مشان ما يزعلوا الشباب هون. نايم عليهم. كول هوا، سوي حالك مسكين، بدي عليك بعد التحدي. شكرا لمتابعتكم. شايف حالك انت ها؟ والله نشقك هلا، احنا اثنين. اذا انت واحد الكتب تشترك بقناته، اذا انت يا جماعة شو هذا يا اخي؟ التحدي جايين يعني نتحدى عشان نفرق. تحدي ايه؟ انتم بدكم مو تتحدوني، انتم عم تتحدوني انتم اثنين. طيب تحدي هي تتحدوا بعض، ليش تتحدوني؟ انتم واضحين ضدي. طب مين فاز؟ ما حدا. شو؟ ما حدا، لانه لو الناس ما بتعرف تحكي. مو بعرف احكي بس اسمع، لو كان في ناس تحكم على اللي صار بس يحكموا الناس. خلي الناس تحكم. تمام كل شيء مصور. تمام والله ما اتفقت. شوف احكي لك الصراحه. ما تحكي لي، انا بعرف كل شيء. لا سيف، نحن اتفقنا انه بس اعيد هديك. انا رشيته بعشر. بعرف واضح. واضح. لا سجلتها اصلا. سجلها راس. بس نقطة واحدة ما بتفرق. انا فزت انا. لا المهم انتوا احكموا يا اخي، انا مو هامني تعادل. انا بعرف بس والله جد هذيك ما كانت ترفيعه، وربي ما كانت ترفيعه. شوف اعطاني اياها على مستوى الركبه. عيده كان لي عيده مزبطه، بس هو سيف حاول يشوطها يعني وقع اعطاك ابتسامه بعدين. يعني ضربت اجري لو بتشوفها بالمقطع، جد ضربت اجري. خرا عليك يا زلمه. شايف ضربتك هذيك اللي هون؟ وصلنا نهاية المقطع. إذا عجبكم لا تشتركوا القناة، لا تضربني يا جماعة. قناتي بالديسكريبشن، بنزل مقاطع يعني مختلفة كليا عن هذه القناة. صوت بشار عربي. المهم شباب وصلنا نهاية المقطع، اشتركوا بقناته جانكي، اكتبوا لنا تحدي للمقطع الجاي. مو متفقين نحن. لا ابدا. تابعونا على تيك توك وانستغرام بالديسكريبشن وقناة ايه. المهم وصلنا. بعشيك معه. شو؟ بعشيك معه. وين؟ لا تزعل. شوف صح تعادلنا، راح اعشي وبعشيك معه كمان عادي. هاي رشوة، هو رشاني. رشاني بس عشان اعيد شو اسمه. وطبعا شباب اهم شيء ننوه يعني نحن بنضرب بعض ونمزح يعني بيناتنا، مو نكره بعض هسه. لا نكره بعض بعد المقطع. نكره بعض. يلا مع السلامة.